آسر شايف مشوار الأهلي في البطولة إزاي لحد دلوقتي؟ مبروك على البرنامج الأول. الله يبارك فيك. أميرة أنت وهند، مبسوط مع نجوى النهارده. مشوار الأهلي أعتقد إنه كالعادة ده قدر البطل، إنه يصطدم دايما مجموعة صعبة. يمكن كنت أنا ونجوى بنتكلم قبل الهوا إنه كنا متوقعين سان داونز كده كده معانا، يعني كأنه مكتوب علينا. الحقيقة هم عملوا، بشوف إن سان داونز نسخة مغايرة شوية للي قابلناه السنة اللي فاتت. عملوا حاجة غريبة جدا في أكتوبر اللي فات، 24 أكتوبر، شالوا منكوبة من جويزي اللي كان تفوق على الأهلي قدام موسيماني، كسب راح جاي البطولة اللي فاتت، وجابوا روناني ماكويني اللي كان تحتيه، وروناني ماكويني عنده 35 سنة بس، مدرب شاب. سان داونز ماشي كويس، متصدر الدوري ب 28 نقطة، عنده المهاجم الناميبي نخلي بالنا منه هو هداف الفريق 26 سنة. فبالتالي نسخة هتبقى مختلفة شوية. كولر عنده تحدي كبير جدا بانه الاهلي ما كسبش سان داونز ابدا في جنوب افريقيا، ما كسبش الهلال السوداني ابدا في السودان. وبرده كانت ذكريات كويسه زي ما كانت نجوى بتقول انه المعركه او الظروف الصعبه اللي تعرض ليها اللعيبه اخر مره في مباراه ام درمان، وان هم طلعوا في حمايه الجيش المدني السوداني، كان الطريق الاهلي المفتوح للتسعه. وبعدها طبعا السنه اللي فاتت يعني كنا قاب قوسين ادنى والخساره في النهائي. فبرده سان داونز فعلا فقل حسن، لكن يعني عنده ارقام كتيره محتاج يكسرها. كولر المره دي في تحدي كبير طبعا، وده قادر ان انت تبقى بتقود فريق على تبقى على راس قدم فنيه. فريق النادي الاهلي متعود دايما انه خدت التاسعه خدت العشره، دلوقتي ده طريق الى ال11 ان شاء الله. ان شاء الله.